السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله. أبد أمس شفت صور لأخوياي أجانب وفيديوهات زي كذا، فسألتهم واليوم في واحد وصلني هنا الله يعطيه العافية. أنا سجلت فيديو ورفعته القناة، موجود في القناة الآن، وهذا الفيديو شرح. تجون عند أتوقع أي باب، مو بشرط الباب هذا، شوف الغزال هنا، تجون هنا ويكون معكم واحد من أخوياكم، تسوون الكاميرا فيرست بيرسون كذا. انا سويت الحركه دي عشان بس تضبط معكم، وطلعت السلاح كذا شفتوا، بس مو بلازم تطلع السلاح، اهم شيء فيرست بيرسون، وتوقف كذا عند الباب، يجي خويك يبقسك يدبجك يدبجك لين تدخل انت جوا البيت، بس كل سهوله. طبعا خويك ما يقدر يدخل لان اكيد ما جابك هنا وسوى لك الجلتش، لا قد دخل قبل يعني. فصراحه انا دخلت قبل شوي واستمتعت، سجلت فيديو وصورت كذا صوره، صراحة شيء حلو يعني. أهم شيء تجون عند الباب هنا بتحطون فيرست بيرسون. جاب لي خوي عند الباب هذا، دقيقة كذا، أنا سويت كذا وطلعت مسدسات لزقت في الباب، حاول مو بلازم كذا بس يدبجك خوي، أنت تكون لازم في الباب كذا أو كذا شفتوا، يجيك يبقسك تدخل جوا البيت. صح الحيوانات قليلة والبيت صغير، بس فيه متعة صراحة، والله فيه متعة. وبس حبيت بس أنزل الفيديو هذا، وإن شاء الله يكون فيديو جميل جدا. يعطيكم ألف عافية وفي أمان الله.